كيف الجمع بين قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فعذر في هذا، وبين حديث الرجل الذي دخل النار لأنه قرب ذبابا وهو مكره؟ ما اعتذر بأن الذبح لغير الله لا يجوز، بل قال ليس عندي شيء أقرب، دل على أنه لو عنده شيء يذبح، ما عنده مانع. نعم.